أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لا إله غيرك ولا رب سواك. أشهد أنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الرب المعبود والإله المقصود، لا إله غيرك ولا رب سواك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبدك ونبيك ورسولك وصفيك وخليلك ومجتباك من خلقك. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلاة نسألك يا مولانا أن تحشرنا بها في زمرته، وأن تجعلنا بها من المشمولين بشفاعته، وأن تسقينا بها من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، سيادي لليتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد مرة أخرى بالوجود ديالي معكم في هذه الحلقة، هذه جديدة من حلقات البرنامج ديالكم يا رب، برنامج ديال الدعاء. والدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، والدعاء هو الحبل اللي بينك وبين مولاك، بينك وبينه، بينك وبينه، ما دخل تحت، انت وياه. ناجيه، توجه ليه بالدعاء، هز يدك وبكي على مولاك. وراك سيدي ربي معك، سيدي ربي معايا ومعك ومع الناس جميعا. سيدي ربي مع الناس جميعا. اللي توجه ليه بالدعاء كيقبلوا. اليوم غادي نوقف مع واحد الدعاء قالوا سيدنا نوح عليه السلام، ورد في القرآن الكريم. الدعاء هو: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذا الدعاء قال سيدنا نوح عليه السلام لما وقعت واحد الواقعة. احنا كنا عرفنا بان سيدنا نوح بقى مع القوم ديالو 950 عام ويدعوهم الى لا اله الا الله، ما بغاوش، ما امن معه الا قليل. وتوجه الله تبارك وتعالى بعد ما دازت هذه المده هذه، وقال: ربي اني مغلوب فانتصر. فالله سبحانه وتعالى امره بصنع السفينه، وقال له يحمل فيها من كل زوجين اثنين، ويركبوا معاه المؤمنين والاهل ديالو إلا من سبق عليه القول. وقال له اركب وما تخاطبنيش في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ما تدولياش على الكافرين الذين ظلموا باختيارهم للكفر، ظلموا بشركهم بعبادتهم للأصنام، ما تدولياش عليهم كائن من كان. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، كلهم كان بحال كتشوف داك الشيء مغرقون، هما قدامك راه غادي يغرقوا، ما فيهاش لعب. الارض خاويه، ما كانش قطره ديال الشتاء، ما كانش قطره ديال الماء، والارض مقاده والجبل عالي وكل شيء، هادوك غادي يغرقوا. فين هو؟ فين فين؟ ما كاين لا بحر، ما كاين لا واد، ما كاين والو. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، كانك ترى الامر واقعا. ثم أمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تمطر، فنزل المطر من السماء. وقي يعني ربي كيحكي في آية أخرى يعني في القرآن الكريم، كيقول سيدي ومولاي قال إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ففتحنا أبواب السماء، شتا بحال تحلت الباب ديال السماء والشتا كطيح، ما خيط من السماء كما تنقولوا، قال لك بحال القرابي ديال المكان. والماء خرج من الارض، فالماء ديال السماء والماء ديال الارض، لان الارض كانت عامره الله بالماء. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدير. ما هو الامر الذي قد قدير او قدر؟ هو الطوفان الذي سيهلك الكافرين. وشكون اللي غادي ينجى؟ الناس اللي في السفينه، سيدنا نوح والناس اللي معاه. لما بدات الشتا كطيح وبدا الماء كيطلع، سيدنا نوح شاف ولده، واحد من ولاده كان كافر كنعان،
قال له زيد تركب. قال له لا انا غنطلع على راس الجبل، الجبل الماء ما يوصلوش. القران كيحكي هذا الامر هذا. قال تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، يمنع الماء، انا نطلع الراس ديال الجبل، اعلى جبل نطلع له. قال لا عاصم اليوم من امر الله. الامر ديال الله شنو هو؟ الطوفان، كل شيء غادي يغرق الا من رحيم. شكون هما هذو؟ المؤمنين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، انهم مغرقون فكان من المغرقين. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، ويا سماء اقلعي. السماء اللي قال لي التي انهمرت امرها الحق سبحانه وتعالى فانهمرت، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا. وقيل يا سماء اقلعي، وقيل يا ارض ابلعي ماءك، الارض تشرب الماء ديالها والسماء تحبس. وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. وقضي الامر اللي هو اغراق الكافرين، واستوت على الجودي قيل هو جبل، قيل موجود بتركيا، قيل ما بين الحدود ما بين تركيا والعراق. لما انتهى الامر سيدنا نوح تحركت في عاطفه الابوه. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. هذا راه ولدي من الاهل ديالي، والوعد ديالك حق، وعدت باغراق الكفار فقد غرق معهم، وانت احكم الحاكمين يا رب، انت احكم عندك حكمه في هذا الامر. سيدي ربي كيرد عليه، قال يا نوح انه ليس من اهليك، كان من الاهل ديالك ما كان في الدنيا، ولكن ملي مات ما بقاش معاك صافي. انه اهلك هم المؤمنون، انه عمل غير صالح، اي عمل عملا غير صالح. وهذا الشيء اللي قلتيه راه ماشي هو هذاك الشيء اللي قلتيه. الايمان ديالك صافي، هذاك السيد تقطع ما بينك وبينه لانه مات مشى. فلا تسالني ما ليس لك به علم، ما تسولنيش على حاجه انت لا علم لك بها. هذا سبق في علمي ان هذاك غادي يكون كافر، وان المصير ديالو هو مصير الكفار. في الطوفان غرقهم، ثم غدا يوم القيامه. أنا سيدنا نوح عرف بأنه سأل واحد الحاجة ما كانش خصو يسألها. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذن هذا الاعتراف، والاعتراف بالذنب كمن لا ذنب له، المعترف بالذنب كمن لا ذنب له. وهذاك الاعتراف بالذنب، هذاك شنو المعنى ديالو؟ شنو المعنى ديالو؟ اعتراف بربوبية الله عليك، واعتراف بعبوديتك له. وهذا هو الذي يرضي الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تنال رضا الله، بغيتي ربي يرضى عليك، اعترف بعبوديتك له، واعترف بربوبيته عليك. تقولها من قلبك: سيدي ربي أنا عبدك، أنت ربي، أنت اللي خلقتيني، وأنت اللي كتدبر الأمور ديالي، وأنا العبد ديالك خاضع لك. قد أخطئ، قد تصيبني الغفلة، فأنا محتاج لك في كل الأحوال، محتاج إليك في الصلاح، ومحتاج إليك في حالة الغفلة، محتاج إليك يا رب في حالة الطاعة، ومحتاج إليك يا رب في الحالة ديال المعصية. تعصمني وتجاوز عليا. فقول سيدنا نوح عليه السلام في هذه اللحظة بالذات اللي هو فقد فيها واحد من ولاده، والولاد راه يعني ربي سبحانه وتعالى زرع المحبة ديالو في قلوبنا. راه الإنسان كيخسر على ولاده، كيصرف على ولاده، كيبغي ولاده يكونوا أحسن منه. هذا كنقول كندوي أنا على الإنسان السوي، الإنسان اللي مقاد سوي. أولادك هما الاستمرار ديالك. إلا طليتي في وليداتك وصرفتي عليهم وربيتيهم وقفتي معاهم صغار، وقفتي معاهم حتى هما كبار، وقفتي معاهم حتى كاع، راه أولادك هادوك، أولادك
سيدنا نوح جا في ديك اللحظة اللي الولد مات، مشى مع المغرقين، فمات على الكفر، فتحركت العاطفة ديالو، وهي مسألة طبيعية غير طبيعية لا تتحرك العاطفة. أنا واحد نجيب واحد القصة باش هذا الأمر نشوف، باش يعني هذيك القضية اللي قالها سيدنا نوح يعني نشوفوا لها باش نفهموا بأنها مسألة طبيعية إنسانية، ولكن بعض الأحيان ديك المحبة ديالنا ديال ولادنا كيمكن تجرنا لشي حاجة. ولهذا قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. هذه حاجة أخرى، ولكن الأولاد كيفتنوا ومجبانة، فتنة ومجبانة. الإنسان يجبن عن فعل شيء لوجود الأبناء. ف هذا الأمر هذا ديال تحرك العاطفة ديال الأب سيدنا نوح على ولده كتذكرنا بواحد القصة ديال واحد السيد مات لولده، غاديين بيه يدفنوه، والناس غاديين معاه، هو يبتسم كيضحك، ويسولوا واحد قال له: ودي واه ماشي الموقع ديال الضحك هذا، ماشي موقع ديال الابتسام، هذه راه مصيبة، هذا راه ولدك اللي مات. قالوا: إنما أضحكوا أو أبتسموا رضا بقضاء الله، داكشي اللي قسم الله وهذا، وأنا أبتسم فرحان. قال له: ألا أنت أحسن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللي ولده سيدنا إبراهيم كيموت يجود بين يديه ابنه، ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم من ماريا يجود بي، وفي يعني في أواخر العمر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فوق 61 ولا 62 عام، والوليد حتى بدا كيمشي وكيشوف فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأمر يريده الله لحكمة، يجود بنفسه بين يديه، وبدات الدموع كتبكي، بدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيبكي والدموع كتنزل على اللحية ديالو. فقالوا له الصحابة: يا رسول الله حتى أنت كتبكي؟ قال: إن العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالعاطفة مسألة طبيعية، فما العاطفة اللي تحرك ديال سيدنا نوح عليه السلام مسألة طبيعية. وقال هذاك الكلام، قالوا: قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وعدك الحق ما قدرته ووعدته هو الحق، وأنت أحكم الحاكمين فيما جرى وما سيجري. سيد ربي كيرد عليك يقول له: ماشي ولدك، صافي، يعني ليس من أهلك. ما قالوش ماشي ولدك، ليس من أهلك، أهلك هم المؤمنون. هذاك السيد كان ولدك من كان في الدنيا، ولكن مني مات صافي مشى العمل ديالو. ثم قالوا: فلا تسألني ما ليس لك به علم، ما تسولنيش على حاجة لا علم لك بها، هذه الأمر ديالي أنا، إني أعظك أن تكون من جاهلين. أحذرك، أنت نبي ورسول. ديك الساعة سيدنا نوح خرج من ديك الحالة ديال العاطفة ديال الأبوة إلى الحالة ديال العبد طائع لله تبارك وتعالى. قال: ربي إني أعوذ بك أن أستجير بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أن أسقط في واحد المكان ما خصنيش نطيح فيه، أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ولذا الإنسان من يغلط شي غلط يرجع الله تبارك وتعالى ويقول الدعاء: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وباب ديال التوبة مفتوح، ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.